انت مجنونة؟ انا صالحتها وجبت لها دهاء؟ لا تجنني لا تجنني، ليش عم تخبي عني؟ قلت لك هاد الحكي ما صار ما صار. لا تكذب شاهين، انا كنت عند مرتك وكانت بكامل اناقتها وضحكتها شبر. الهي بتموت وبرتاح منها يا حق. سلام، احفظ لسانك احسن لك، ووعك تدعي عليها. شو زعلت على الخانو؟ حنيت له؟ احترمي حالك، هي بتكون مرتي. حلو، مرتك وانا شو صاحبتك؟ هاي حبيبي، هاي سنوقة، كيفكم؟ انا كتير اسفة قطعت عليكم خلوتكم. شو هالموضوع الضروري جبتيني عليك رفتة؟ شو وين كاينة؟ بالبيت. وين بتكون يعني؟ من امتى بتحطي فول ميك اب وانتي بالبيت؟ ايه عادي، شو هالقصة؟ بعدين شبكي انتي؟ كأنك بكياني؟ ايه بكياني. شوفي سناء، انا قلبي مو مرتاح، قلبي حاسسني انه شاهين عم بيخونني، ما عم بقدر كذب احساسي، في وحدة تانية بحياته انا متأكدة. تأكدتي من القصة؟ ما عم بقدر اتأكد. مو انتي قلتي لي كل يوم المسا بتفوتي بتنامي هو بيسهر لحاله بالصالون؟ ايه بسيطه، ما بده شيء، شغلي موبايلك على الفيديو وحطيه بشي مكان تقدري تشوفي منه او تسمعي شيء، تعرفي مع مين عم يحكي. والله فكره جهنميه انتي جبتيها. لا جهنميه ولا شيء، بس انتي عقلك وقف، ما عاد اشتغل بنوب وهيك بتطمني وبالك بيرتاح. لك صحيح، لك انت كيف بتقولي لي انك رايحه على الكوافير واليوم التاني؟ هاي الكوافيره بتفتح للزباين الخاصين مثلي بس. ايوه خاصين قلتي لي، ايه بس ماني شايفه صابغه شعري. ما رضيت تصبغلي، انا ما بقي يعني عندي غير شعرتين ونص، حرام. اي الحق معه، انت يخرب بيتك كمان عامله شعرك دفتر تلوين كل شهر لون. ايه بحب التغيير، بمل من حالي، شو اعمل يعني؟ يلا بدك شيء انا رايحه. خليك شوي. ما بقدر، عندي موعد ضروري مع الدكتور. يلا باي، شوفك. باي، الله معك. يا حبيبتي والله هيك. طيب يلا خلاص، بس وصل على الشغل بحاكيكي، ديري بالك على حالك. يلا باي باي. مع مين عم تحكي؟ عم بحكي مع الشغل. انا سمعتك عم تحكي مع بنت. ايه صح 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 مزبوط، عم بحكي مع سمية. سمية بالشغل. سمية؟ سمية بتقلها حبيبتي؟ مايا من الصبح ما بدي مشاكل. لك انت شو صاير لك؟ لك شو مخبي عني؟ ولك انت شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ قلت لك مشاكل ما بدي ما بدي. خلصنا. ماشي يا شاهين، أنا بفرجيك. ماما أنا تعبانة. شو عم تبكي؟ ما عم بقدر، ما بعرف ليش هيك عم يعمل فيني، رح يساويني مجنونة. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. أمي تخيلي إنه أوقات عم شك بحالي، عم أقول معقولة أنا عم بتوهم. لك حتى رفيقتي سناء قالت لي حطي له تسجيل فيديو بالصالون لما تفوتي تنامي. ايه حطيت له الفيديو وما استفدت شيء، ما سمعت شيء، مع انه قلبي حاسسني انه في شيء. امي ببوس ايدك، قلي لي شو ساوي. امي الو، عم تسمعيني؟ اسمعي، الله يرضى عليكي قوام، بسرعه تعملي اللي بدي اقول لك عليه بالكلمه والحرف. ايه عم اسمعك. بدي منك تقومي تزبطي حالك وترسمي البسمة على وشك والضحكة، وبدي تعزمي سناء لعندك على البيت. سناء؟ ايه سناء. وهي أطيب فنجان قهوة لأحلى سنوقة بالعالم. يعني شو هالإيدين؟ شو؟ كأنه أمورنا رواق؟ الله وكيلك، رواق الرواق. صاير شي جديد بينك وبين شاهين؟ هادي يا ستي، اليوم فقت الصبح لقيته فايق قبلي
وعامل لي فنجان قهوة وشاكل لي بإذن الفنجان وردة. صبح علي باسمي. إيه لا أمو بس هيك هداني خادم ده. قومي ورشيني. حطيته جوا بالغرفة، قلت بكرة بساوي شي سهرة وبلبسه. إيه مو غلط، بس ليكي يعني بدك ما كتير تأمني. أيوة ليش بقى؟ يعني الرجال ما بيتأمن. بعدين شو عرفك؟ بشو تكون عم يعمل هيك ليغطي على شي عملة عاملة؟ أنت عم تحكي هالحكي؟ أنا اللي كنت كل ما أجي لعندك وأشكي لك تقلي لي عم تتوهمي؟ شو بعرفني؟ تصطفلو. على كل الأحوال هلأ بس تروحي بدي إياكي توصليني لبيت أهلي. رايحة عند أهلي؟ إيه ماما تعبانة وطلبت مني إني نام عندها اليوم. لا لا سلامة إن شاء الله، معافاية يا رب. الله يعافيكي. امشي روحي معي. لا ما بقدر، بتعرفي أنا مناعتي ضعيفة كتير وفوراً بلقط المرض. إن شاء الله بس تصح بروح أنا وإنتي ونزورها. بوصي لي إياها أمان. أنت مجنونة؟ أنا صالحتها وجبت لها دهاء؟ لا تجنني، لا تجنني، ليش عم تخبي عني؟ قلت لك هذا الحكي ما صار، ما صار. لا تكذب شاهين، أنا كنت عند مرتك وكانت بكامل أناقتها وضحكتها شبر. إلهي بتموت وبرتاح منها يا حق. سلام، احفظ لسانك أحسن لك ووحك تدعي عليها. شو؟ زعلت على الخانو؟ حنيت له؟ احترمي حالك، هي بتكون مرتي. حلو، مرتك وأنا شو؟ صاحبتك؟ خلصنا، خلصنا وحاجي عليك. شاهين أنا بحبك، بحبك. هاي حبيبي. هاي سنوقة، كيفكم؟ أنا كتير آسفة قطعت عليكم خلوتكم. أنت مو مثل ما أنت فكرة، أنا هون كرمال. بعرف بعرف يا روحي، أنت هون كرمال تصالحيني مع شاهين. لك أنا اللي بعرفك قديشك إنسانة خلوقة ومضحية. مايا هادي حبيبتي، هادي هادي. مو مثل ما أنت فكرة بنوف. عجل عم قلك اطلعي من بيتي. لك يلا. أنا راح أطلع. ليكي مايا، الإنسان بيغلط بس بصحصح بالأخير وبيرجع لحبه الأول والأخير. مايا أنا كتير بحبك وندمان على كل شي سويته معك. راح اتركك تهدي شوي بس اكيد راجع عليك. بحبك مايا. Thank you.